تايلند ومع الفيل بعد. جعل الفيل يدوسك انت وياها. وينهم تاخروا؟ ليش؟ مستعجله يجون ياخذون بيتكم يا هبله يا بنت الهبله. هذا مو جزاع الا جزاع. اي عيال بدريه اجيب زي معاك. استريحي بس. جزاع ايش قاعد تسوي؟ ما قاعد اسوي. تعال ان شفت واحد فيكم واقف يم جزاع او حتى رد السلام عليه لا وريه الويل واروح لبيوتكم واتفاهم مع اهاليكم. في احد الخشوره المحول يا الجربوع. اجل صدوق ها؟ طقت ربعي. وانت يا ولد مريم ما شاء الله عليك كبرت صرت اطول مني وتدخن جقاير. والله ان امك راح تذبحك. انقلع من قدام يلا. هين ولد عمشه هين انا اوريك. يا ريتني مت قبل هاليوم. يا ريتني مت. يا ولا ايش اسوي الحين؟ وش اسوي؟ يا بنت حال اشكر الله. جعل الله ياخذ عمري قبل عمرك. والله ما تطلعين من البيت الا على جثتي. تعال والله الله ما اكسر ظهرك. شنو خير فشل دين بكل مكان ترى ما يصير بدريه. تعالي انت تعالي يا المنقوزه. عيالك ولا عيالي؟ قصدك الا راه هاغلك زي ساعه انتي والغبيه انتي تحسبين ما اعرف وش تقولين. وش فيكم انتم؟ وش فيكم وجع هلك العدو؟ وش فيكم؟ هذه هي؟ ايه هذه هي. وهذول عيالها؟ هذولهم هذيل اللي تبين تطردينهم من بيتهم. تفضلي شوفي. وانت كنت تبيني انا اسكن معاهم؟ وانا كنت قاعد اتكلم مع الجانب الانساني اللي بداخلك اللي طلع مو موجود اصلا، طلع خارج من نقطه التغطيه اصلا. الخير والله لا الخير والله انا علمك. ادخل رطنة جيب الهوز. اعطينا الهوز. انا علمك. انت اسكتي ولا اسمح هسه حد فيكم. تعال واجهني قابلني قابلني قابلني. يما حسبي الله عليكم من عيال بتجننوني. حسبي الله عليكم. حسبي الله على ابوكم اللي خلاني وفارقني وخلاكم لي. يما سامحينا ما علي. يما استغفر الله. يما هدي خلاص يلا استغفر الله. اعذروني يا عيال اعذروني. يما تعورت يا يما تعورت. يا رطنة جيبي كيس في ثلج. تعورت يما. استغفر الله. خلاص يما خلاص. يما هدي ذكي يلا خلاص يما. تعالوا. قولي لهلن تسوي لي تونه سالد. تدرين بكم هذا الكيلو؟ بكم؟ ب20. زين. عاد انا تعنيت وجبت لكم. لأن أنتو ناس متعودة على الرفاهية فقلت أوفر لكم كل شيء شو يبين بعينكم. ماكو داعي تتعبين نفسك حبيبتي. وتدرين شنو جبت لك بعد؟ هاو زهرة هدي شوي هدي. الصحون والمواعين هذه اللي تشوفينها ترى كلها جديدة. حتى الكفرات اللي تنامين عليها أنت وعيالك يدد. أكيد إحنا راح نقدر لكم هالشيء وإن شاء الله كلها أسبوع أسبوعين. إن شاء الله. من وين؟ انتي وريلك ما عندكم ولا فلس، ليش تكذبين؟ منو قالك هالكلام؟ مرزوق؟ انتي عبالك انا مقتنعه ان انتم قضيتكم استئناف وان بيتكم محجوز، انتم ما عندكم ولا فلس وقاعده ببيتي وتكذبين. واخري عني يا المينونه، هذا بيت اخوي. اخوك كاهو واقف برا ترى يسمعك، ما يبي لان عارف ان وصل هني بقص راسه. واخري عني يا المينونه انا بعينك. عادل شيخه عموري. زهرة لا شنو هذا؟ سمعوني انتوا الاثنين. سامعينك. بيتي تعذركم. هدي. شوفوا لكم بيت ثاني. سمعتيني ولا لا؟ سمعنا وسمعت. يلا. هلا مجزاع. السلام عليكم. السلام عليكم. مجزاع الله يطول بعمرك بس انا اعتذر منك لاني مضطر انا اقبل عرضك انك تستضيفينا في البيت عندك انا وعائلتي وزوجتي وعيالي ها الفتره. يا ولا الحين ايش اسوي بحالي؟ ايش فيك ايش صاير؟ هذا اللي يسمع كلامك يا بدريه. يا ويلي بياخذون بيتي بيتي الحين شو اسوي؟ الو الو جزاعة تسمعيني؟ والله لحد ما على رؤوسهم، انت بس قولي لا وكل شيء علي. شو اقول لا؟ انت مهبول، البيت بيته وقال ضيفينا عندك، وش اقول له؟ سكرت عبالها بيتها وبتاخذه منها. السموحة ابو عامر طاح التليفون مني. وش ذا الكلام يا اخوي؟ انتم الداخلين وحنا الطالعين، البيت بيتكم، وش ضيفكم؟ والله لو عندي مكان انا وذا اليتامى ما كان زحمناكم في بيتكم، والعين لكم اوسع من المكان. حياكم الله. الله يطول بعمرك، ما قصرتي مشكوره. هذا العشم هذا العشم يا ام جزاع. يلا استاذنك، في امان الله في امان الله. يما خلاص عاد، ترى قاعد تسوينا ما هو طبيعي. لا انتم اللي طبيعيين، والله انكم مجانين مو صاحيين، تطفون البيت، الناس جايين ياخذونه. شنو يعني بيطردونا من البيت؟ اجل تزينون البيت وتعدلونه عشان يجون ويزين البيت في عينهم ويطردونكم. يما البيت هذا ملك الرجال، وهذا اقل شيء نسويه عشان ما يطردنا. استغفر الله العلي العظيم. جاب وقتها ايدك وكسر، هذا للضيوف. ايش فيك انت؟ ايش فيك جزاع؟ عيب. مصورة امريكا، بلدي قاقا شوف، لا مصورة في تايلاند ومع الفيل بعد. جعل الفيل يدوسك انت وياها. وينهم تاخروا؟ ليش؟ مستعجله يجون ياخذون بيتكم يا هبله يا بنت الهبله. جو تعالي يا المنقوزه انت وتاكلين. وش اسوي فيك؟ احرقك احرقك. لا تروح الكيكه. والله جزع ما خليك تفتح الباب، ما خليك تفتح. عيب انا اختك اللي اكبر منك. اي تعالي، ما في رجال البيت يفتح الباب؟ تفتحين الباب انت؟ والله صدق روحك رجال ينفزر. اقول تعالي تعالي، ما حد يفتح الباب غيري انا. والله لا يجيك بكس الحين، شوف من يفتح الباب. منو؟ انا نوال ومعي ابو عامر. يا والله حياكم الله حياكم الله. يا هلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا. امك موجودة؟ اي امي موجودة، ناطرتكم داخل. حياكم الله يسعد بالك. الله يحييك، طول بعمرك. يا هلا مرحبا. اساعدكم عمي تبي شيء؟ جزاع. اي نعم وصلت خير. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله وش ذا؟ تل. اي كينج كورسو. راحت الملائكة من بيتنا. اقول ولادي جزاع. اي الله يحفظه. اي شفته قبل شوي ما شاء الله عليه، شقردي وحرش. الله يخليه لك. مالك زود مالك زود، ما تقصر. حياكم الله، نورتوا مكانكم. الله يحييك الله يحييك. الله يحييك حبيبتي. انت البنت الكبيره؟ ايه انا بدريه، وهذه دلال جوري اختي الصغيره. انا عاد اكبر من جوري. ما شاء الله ما شاء الله. اقول بدريه تعالي صب قهوه للضيفان. لا لا ام جزاع ما قصرتي ما قصرتي يا ام جزاع. واصل واصل. عاد انا ما احب الكنب، ما ادري ليش شريته. احب قعدة الارض، احسها ازين واصح للجسم. صاجه صاجه، كلامك صحيح ام جزاعه. حياكم الله. الله يحييك. شلونك يا حلوه؟ والله انت الحلوه.